دكتور محمد رضا، حضرتك مش أول جدع نستضيفه في برنامج الجدعان. بيربي 500 فرخة ببطارية، النماذج كتير جدا، ولكن تجربتك مختلفة شوية، لأن حضرتك باختصار شديد جدا طبيب بيطري. يعني هنا المدرسة، أنت المفروض تعلمنا إزاي نرعى 500 فرخة وإزاي نشتغل عليهم وإزاي نطلع مكسب منهم في نهاية الدورة. صح. طيب احكي لي كده بالراحة كده، بدأت القصة دي من إمتى؟ هي القصة بدأت معايا من أول خالص، من أيام ثانوية عامة. تمام. كان عندي زي أوضة كده بره البيت مش بستخدمها في حاجة. هنا في الإسماعيلية؟ هنا في البيت. هنا. تمام. بره البيت مش بستعملها في حاجة. بدأت اللي أنا قلت أجيب فيها 50 كتكوت، فضلت شغال على 50 كتكوت. يوم ما كبر العدد معايا بقى 100 كتكوت، ولكن بعد أول سنة بقى خلاص دخلت كلية طب بيطري، فنظرتي للفرخة اختلفت. فابتديت بقى أخد كورسات، مجموعة كورسات اشتغلت عليها عشان أعلي نفسي في فكرة الأمراض والتعامل معاها إزاي. كان عندي مكان غير ده شويه، كنت ربيت 500 فرخه في الارض. ده كان اول بقى حاجه كبيره اعملها، وانا الكلام ده كنت في سنه تانية كليه. اشتغلت زي سنه في ال 500 دول او سنتين، بس خلال السنتين دول انا اخذت يعني معرفه وعلم. لو ما كنتش ربيت ال 500 فرخه دول كطبيب مش كمربي، مش كنت استفاد بيهم. زمايلي طبعا عرفوا كلهم، والمنطقه اللي انا ساكن فيها عرفوا كلهم ان انا فاهم في الفراخ. بداوا كلهم يسالوني، يا دكتور محمد انا عايز اعمل مشروع، طب ايه رايك؟ فقلت بقى اجيب مجموعه صغيره كده، اجيب مجموعه صغيره وابدا واحده واحده نشتغل عليها، واصور فيديو زي اوثق الشغل بتاعي، يعني اوثق التهويه المربي يفهمها ازاي، اوثق ويخلي المربي عينه تشوف الفرخه الصحيه. طب ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ما تربي نفسك وعارف اسرارك على نفسك والموضوع عدى؟ لا بقى والدوره ربنا بيكرمك فيها وخلاص. لا انت ساعتها كنت بتعمل كام في الدوره ال 500؟ 500 فرخ مكسب. امتحان مكسب 7000 جنيه 8000 جنيه. والنهارده ال 500 ممكن يعني حد ادنى بالنسبه لي 15000، لو مريت بخسائر ونافع والدنيا مش احسن حاجه مثلا 12 10000. النافع عندك بيوصل لقد ايه؟ النافع عندي بيوصل ل 5% لو انا عندي مشاكل، الطبيعي 2-3% لو الدوره ماشيه في وشها والدنيا تمام معايا. حصل دروب عندي ممكن اوصل ل 5%. ماشي، يعني لغايه 5% امان. امان. بعد كده مكسب برضه. بعد كده تخسر. بعد فوق ال 5، لا فوق ال 7% ممكن المرب يخسر. ما تقول لي دراسة جدول مشروعك انت، ال 500 دول كلفوك كام؟ جبت البطارية ازاي؟ بتنقي الكتكوت ازاي؟ هل بتعمل تجارب هنا ولا لا؟ اكيد انت كدكتور تحاول تعمل مقارنات. صح. في العلف، في الكتكوت. صح. في الادوية. كلام مظبوط، عايزين الناس تستفيد. هو انا بقى ابتديت بقى قلت اطور بقى، فضلنا شغالين زي سنتين كده او سنة على السوشيال ان احنا نوعي الناس، فقلت انا عايز افيد اكتر. جات لي بقى فكرة ان انا عندي بطاريات نفس البيئه مثبت جميع العوامل، نفس الفرق، نفس الميه اللي بيشربها، نفس العلاج، نفس كل حاجه، وغير العلف، شغال بمجموعة علف معين والمجموعه الثانيه علف تاني، ونشوف بقى النتائج، وابدا اعرض النتائج دي للمربي. حبه حبه بعد ما نتخطى قصه علف نجرب انواع الكتاكيت والاشتراكات الموجوده، بحيث المربي يوصل ليه اكتر حاجه تديله فايده. دراسه الجدوى بقى، لما نيجي نحكي في دراسه جدوى، هي في ناس هتتفق وناس هتختلف معايا. انا هحسبها لك على السعر المبالغ فيه، يعني انا دايما في حسبتي بحط اعلى الحاجات واعلى الحسابات، حد اقصى من التكلفه، وعند البيع بحط حد ادى. ناس بقى تختلف في النقطه دي، تقول لي لا هناكل 4 كيلو. لا انا باكل 3 كيلو علف، بوصل لوزن 2 كيلو و 2 كيلو 100 جرام، يعني الادنى، الحد الادنى بتاعي ان انا اوصل ل 2 كيلو، يبقى 67 جنيه علف و37 جنيه كتكوت. وهنقول لو انت مربي منزل، والناس بقى تركز في القصه دي، تربيه منزليه مشروع صغير في بيتك، لما نقول 2 جنيه فرشه على 100 كتكوت، يعني هتجيب شويه تبن ولا نشرب 200-300 جنيه، يبقى ال 2-3 جنيه فرشه بقى عندك مصاريفي تاني. هنقول 5 جنيه علاجات، لان احنا مش هنكلف علاجات. الشعار بتاعنا برضو ان انا مش بدي ادويه عمال على بطال، الفرخه محتاجه ايه امشي معاها. لما نقول 5 جنيه ادويه، ونقول كمان نافق 6 جنيه ادويه، 5 جنيه ادويه للفرخه في التربيه المنزليه. في التربيه المنزليه وبقى مش عايز بس حد يتخانق معاك في الارقام. لا انا بحكي في تربيه منزليه، المزارع لها حسبه تانية. تمام. لما نقول 5 جنيه ادويه، وكمان نقول مثلا عندك نافق، هنضيف 7 جنيه نافق. احنا قلنا طبعا في نسبه مسموح بيها وبتكسب كمان، انا اضيفها لك على التكلفه، فتقريبا الفرخه بتكلف معاك في رينج ال 115 جنيه. النهارده البورصه ب 70 جنيه، بلاش 72. ماشي، بلاش 72، احنا بنقلل اهو عشان الناس بس ما تختلفش معانا. بلاش 72، هنقول 70. 70 في 2 140 جنيه، وانت قلت لك 115، بلاش 115 خليها 120، يبقى انت بتكسب 20 جنيه في الفرخه. لو انت بتربي تربيه منزليه يبقى انت كسبان، وده اقل مكسب. انت ممكن تكسب 30 جنيه واكتر لو انت شاطر في التربيه، بس انت لازم طبيب مشرف معاك. يعني ما عندوش طبيب بيطري بيشرف على مزرعته؟ ده بيخسر، ولو كسب مره بيخسر الثانيه، كسب مرتين بيخسر الثالثه.
النهارده بقى في متحورات جديده جدا للامراض، وبعض الادويه للاستخدام الخاطئ اللي هو بسبب الاستغناء عن الطبيب عك معاها الدنيا، البكتيريا بتتعامل ريزيست. فانا بدي ادويه ومضاد حيويه كان بتجيب نتيجه بوظناها. لما يكون معاك اول باول عندك مشكله قبل ما النفع بقى يظهر عندك، والناس اللي نسمع ايه عند 10000 5000 مات نصهم، والمشاكل دي قبل ما المشاكل دي بتظهر وبلاقي وجود هو بيكون لحقك.